بسم الله الرحمن الرحيم. خلف القضبان يعيش المختطفون وجعا صامتا لا يسمع به أحد ولا تراه عيون في سجون غير مرئية ممنوعة من الشمس والهواء وعيون الزوار. يستيقظ الأهالي على أخبار أقاربهم المختطفين بين من هو على سرير المرض بعد التعذيب أو من تم إطلاق سراحه مغمض العينين قد فارق الحياة. كل شيء وارد في ظل سلطة انقلاب ازدهرت فيها المعتقلات وتضاعفت فيها متاعب اليمنيين وجروحهم المفتوحة، بينما يعيش النسيج الناشئ للعمل المدني والحقوقي بين الغياب والتغييب. فمنذ اللحظات الأولى للانقلاب برزت ظاهرة التعذيب في المعتقلات في مجتمع كان لا يزال يحتفظ بالحد الأدنى من احترام كرامة الخصم وإنسانية الإنسان. كان الشهيد صالح البشري هو أول مختطف يلفظ أنفاسه في ظلام معتقلات الانقلاب تحت التعذيب، واستقبله أقاربه جثة هامدة. المختطف عادل الزوعري وجدت جثته يوم الاثنين الفائت جوار مستشفى الشرطة بصنعاء بعد تعرضه للتعذيب الشديد في سجون الانقلاب ما أدى إلى وفاته. وفي ذات الأسبوع توفي المختطف المهندس ياسر الناشري بعد أن خرج من السجن مشلولا جراء التعذيب ليموت بعدها بأيام. مدينة دمت في الضالع هي الأخرى استيقظت على خبر خروج الشاب محمد الظاهري أحد المختطفين، وتظهر حالته الصحية في وضع متدهور ونداءات إنسانية مستمرة لتسفيره خارج البلاد ليتلقى العلاج المناسب لمختطف تم تعذيبه حتى الشلل وفقدان الذاكرة. تضاعفت حالات التعذيب في سجون الانقلاب حتى أصبحت ظاهرة مسكوتا عنها من قبل المنظمات الإنسانية والدولية وسط دور حكومي باهت وجهات غير معنية بالواجب الإنساني في كشف الجرائم وتوثيقها. الحاضر اليتيم في مجال النضال المدني للدفاع عن المختطفين هي رابطة أمهات المختطفين التي نفذت وقفة غضب يوم الخميس الفائت أمام سجن الأمن السياسي بصنعاء تنديدا واستنكارا بتعذيب أبنائها المختطفين في سجون ميليشيا الحوثي حتى الموت، واستغلال بعض المختطفين إعلاميا وتصويرهم وإجبارهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها. المختطفون وجع خلف القضبان وتعذيب يتضاعف ومعتقلات تطلق جثة هامدة أو مشلولة، ومجتمع بات يتعامل مع ظاهرة التعذيب كأحداث قهرية، ومنظمات إنسانية تتعامل مع حالة الانتهاك بحق المختطفين بضمير مستتر ومعطوب في ذات اللحظة. نحن لا نريد الدماء، نحن لا نريد المسدسات، لا نريد القتال.